مشاهدينا أهلا بكم في عدد جديد من هذا البرنامج الخاص برئاسية 12 ديسمبر 2019، برنامج يتيح الفرصة لممثلي كل المترشحين بإقناع الناخبين بمشروعهم السياسي. عدد اليوم خصصناه لمناقشة قطاعي التربية والصحة العمومية، وذلك بحضور كل من السيد محمد لمين حجاج ممثل المرشح عبد القادر بن قرينة. أهلا بك سيدي. كما أرحب بالأستاذ مجيد ثابتي وهو ممثل المرشح عبد العزيز بالعيد. أهلا بك. شكرا. وأرحب كذلك بالأستوديو بالسيد صلاح الدين بزاحي وهو ممثل المرشح عز الدين مهوبي. شكرا لك أختي الفاضلة على الاستضافة الكريمة. شكرا لكم. أرحب بضيوفي الكرام وأبدأ معك أستاذ محمد لمين حجاج من قطاع التربية وإصلاح المنظومة التربوية. اليوم من بين المشاكل والمشاهد التي نشهدها هي مواصلة إضراب معلمي الطور الابتدائي للأسبوع الثامن احتجاجا على عدم استجابة الوزارة لمطالبهم المرفوعة. أغلبية الأساتذة اليوم يقاطعون حتى امتحانات الفصل الأول، كيف سيتعامل مرشحكم مع هذا الوضع؟ إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. بداية شكرا على هذه الاستضافة وعلى إتاحة الفرصة لمناقشة وتحدث حول وعرض برنامج المترشح عبد القادر بن قرينة. طبعا موضوع المنظومة التربوية موضوع مهم جدا واستراتيجي، ويحتاج إلى جلسات ويحتاج إلى مناقشة عميقة، لأننا نعتقد أن يعني مسار الدول، وإذا أردنا أن نعرف مستقبل أي دولة ننظر مباشرة إلى هذه المنظومة التربوية. فإذا كانت على السكة الصحيحة أو الطريق الصحيح كانت المستقبل لهذه الدولة، والعكس طبعا صحيح. فنحن في برنامج المترشح عبد القادر بن قرينة نرى او نولي اهميه خاصه لهذا الموضوع او لهذا القطاع كما قلت الاستراتيجي. فنرفع شعار بناء الانسان ضمان التنميه، فكل ما تم في استثمار في العنصر البشري، كلما استثمرنا في العنصر البشري كانت هناك انطلاقه حقيقيه وتغيير حقيقي عميق في هذا المجتمع. وطبعا أقول كذلك والعكس صحيح. فنحن نرى الآن أن المنظومة التربوية تعيش أزمات، تعيش اختلالات، تعيش سلبيات ضرورة معالجتها. طبعا وما هذه الإضرابات وهذه السلبيات الموجودة في قطاع التربية، وخاصة هذا الإضراب الأخير الذي أضر بشكل كبير جدا بواقع المدرسة الجزائرية، طبعا هو إضراب من مطالب مهنية، مطالب اجتماعية، مطالب يعني معروفة لدى أصحاب المهن، فهي مطالب في برنامج مرشحكم. يعني حتى نكون حتى نتكلموا يعني بالملموس، ما هي الوسائل التي ستسخرونها من أجل التكفل بمشاكل الأساتذة والمعلمين وتحسين مركزهم؟ جيد، نحن نرى أنه ليست هناك حلول ترقيعية لهذا المشكل. نقول في بداية أن هناك إشكاليات عميقة يجب أن تعالج، ثم تعالج مثل، فعندما نقول مثلا أن بين الاقتراحات الأساسية التي يقدمه المترشح عبد القادر بن قرينة ضرورة إيجاد أو تكريس سلطة عليا للتربية تهتم بشؤون التربية، نقول ممكن وكالة أو مجلس أعلى للتربية إلى غير ذلك، لكن سلطة طبعا بعيدة عن وزارة التربية. ثم هذه السلطة طبعا تكون متعددة الاختصاصات تبث في السياسة التربوية عبر الوطن. طبعا كذلك هناك ضرورة إبعاد، أقول هذه النقطة مهمة جدا، ضرورة إبعاد المنظومة التربوية عن التجاذبات السياسية والحزبية. كيف ذلك؟ ما هو تصوركم لإبعاد المدرسة عن المؤثرات السياسية؟ ضرورة بين هذا الاقتراح الذي قدمناه ووجود ضرورة وجود هيئة مستقلة وطنية، وكالة أو مجلس للتربية هو الذي يبت في السياسات التربوية، ولا يمكن لوزارة ولا يمكن لوزير أن يتدخل مباشرة في السياسة التربوية كما موجود في عدة دول. فعندما نرى بعض الدول المتقدمة عندما
يكون هناك رأي في تغيير برنامج ما يجب أن يستشار المختصون في هذا المجال ولا يستشار أي أحد. المختص طبعا عندما نقول المختص قد يكون أستاذ جامعي وقد يكون نقابي وقد يكون أستاذ يعني ابتدائي ذو خبرة طويلة يبوت في مثل هذه المشاكل. فعندما نتكلم حول هذه الإضرابات لا نقول لا نعالج هذه لأن كما يقدم مسكن لبعض الآلام، نحن نريد أن نعالج العمق، نعالج ذلك المرض. أقول مثلا هناك إشكالية أخرى، إشكالية في الأستاذ، إشكالية في تكوين الأستاذ. هل تعلمين أختي الفاضلة أن هناك غياب أو نقص فادح في أساتذة التعليم؟ المدارس العليا الآن، وأنا أستاذ في المدرسة العليا، أنا أستاذ المدرسة العليا، المدارس العليا تشكو الآن قلتها وتشكو حتى قلة الطلبة. نحن قدمنا بعض الاقتراحات للوزارات السابقة، قال والله غير باش تدخل المدرسة العليا لازم لك 14 20، جيد ممتاز، لكن يعني هذا المعدل، نحن اقترحنا أن ننزل أن نخفي نوعا ما من هذا المعدل لكي يستطيع أن نوجد عدد لا بأس به في التكوين، سواء التكوين الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي، وضرورة إعادة نظر كذلك في بعض البرامج لهذه المدارس العليا. التدني، هذا التدني نشهده ليس فقط بالنسبة لمستوى الأستاذ وإنما لمستوى التلميذ خاصة، ليس كذلك أستاذ مجيد تبتي؟ هل تعتقد اليوم أن التلميذ هو ضحية عدم استقرار المنظومة التربوية؟ شكرا على الاستضافة أولا، دونك نشكركم على يعني اختياركم لهذا الموضوع الحساس جدا لدى الجزائريين. كاين زوج مواضيع يحسوا بهم الجزائريين كثيرا، هي التربية والصحة. أنا من الناس يعني عندي قبعة ربما اليوم مرشح بالعيد عبد العزيز، ولكن قبل أن أكون مرشح لرئيس لجنة المساندة أنا طبيب بروفيسور، وأقوم كثيرا يعني كأخصائي في الطب أعطي أهمية كبيرة للأطفال. يعني الكونستا، عينا من الكونستا من 62 حتى اليوم، شفنا الإضرابات ما عايش غير اليوم، عندها 3 سنوات، عندها 10 سنوات، يعني ولينا ندورو في التوربيون. اليوم فيما في 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 محور برنامج السيد بلعيد عبد العزيز، احنا حبينا نشاركوا الاسره هي الاهم خليه المجتمع، لانه الاسره الطفل ما يخفالكش من نهار يزيد حتى السنه السادسه هي الاسره اللي تقوم تربيه، والتربيه تكون على قيم مدنيه، سي ليدوكاسيون سيفيك، ليدوكاسيون يعرف كيفاش يتعامل. انا احنا كنا صغار كنا نقراو كي ندخلوا المسيد، نقولها بالدارجه باش الناس تفهمها، ندخلوا المسيد حنا يشوفوا طفارتينا حشاك، يشوفونا ولا رانا نقيين، يشوفونا ولا بروسينا لي دون. اليوم ماهوش الدور تاع المدرسه اللي تقوم بهذا الشيء، هي الام والاب، ولكن رانا نشاركوا رانا نشوفوا في المجتمع كان فيه انحلال الاسره، المراه في جهه والاب في جهه والعم. وكاين حاجه لازم نقولها لو سمحتي الاخت، كنا في الاسره الجماعيه الكبيره كان الناس قاعد تربي، اليوم خلاص ولينا في كوبل زوجين، هذه نقطه مهمه لانه نبدا كل شيء، لانه البدايه تبدا من الصغر. يلحق الطفل الى سنه سادسه هنا ياتي دور المدرسه، دور المدرسه. وحنا في البرنامج تاعنا ماذا بينا لا سيزيام هذه نحيوها، ما تكونش لا سيزيام، الطفل في عمره 11 سنة 10 سنوات رانا ديجا نديرو نوع النقاط اللي الطفل ماهمش بسيكولوجيين، أنا سي الطبيب اللي هو يهدر معاك سوغ لو بلون بسيكولوجيك مونتال، ماشي مليح للطفل، لأنه تمدلو علامة، كي تمد علامة للطفل هو ما يقيمهاش ما يعرفهاش، ولكن الأولياء يعطوها قيمة أكثر من لازم. لازم نقولوا يعني في ليفالواسيون تاع الاطفال حاجه واحده اخرى. وحنا في البرنامج تاعنا لا سيزيام ولا سانكيام لازم تتنحى، يكون ان باساج ما فيش امتحان، فيه ليفالواسيون على ال5 سنين اللي قرا فيهم، تقييم للمستوى التلميذ فقط، والقضاء على المحفظه الثقيله، هنا ثاني الطبيب يعني. واعاده كذلك عصرنه المناهج البيداغوجيه، يعني لي بروغرام هذوما لازم نعاودو نشوفوهم كيفاش تحسين، لازم يكونوا فيها مادات اساسيه
ومادات ماهوش سكوندير مثلا العربيه الرياضيات سورتو المادات التكنولوجيه استدير لي ماتيماتيك لي سيونس الفيزيك تو تكون فيها اللغه العربيه اللغه الامازيغيه الرياضه البدنيه ولكن لي كويفيسيون يكونوا ماشي كيف كيف طيب. هذه دونك في البرنامج تاعنا فيما يخص المناهج البيداغوجيه عصرنت البرامج البيداغوجيه ماذا عن تدني مستوى التلميذ اليوم مستوى الاستراتيجيه يعني اللي رفع هذا المستوى لازم تقييم المعلمين اليوم الجامعه الجزائريه راهي تفورمي الله يبارك بالالاف والالاف يجي ما عندوش كما نقولوا حنايا تجربه لازم تقييم كل عام كما كانوا لي انسبكتور يفو ايفالوي لازم تقييم هذا الاساتذه في الابتدائي في لو مويان او في الجامعه واليوم حنا لازم نفتحوا حوار يعني على يعني لي غراف اللي راهم صايرين تو لازم نفتحوا في حوار يشارك فيه كل مام الاسره يعني لي فامي الاسره التربويه الاساتذه المستخدمين خاصه النقابات لانه تشوفي اليوم يعني معيشه تاع الاستاذ يخلص زوج ملايين يخلص زوج ملايين يجي يقري وعلى باله بلي العشيه ما عندوش واش راح ياكل من المستحيل ومن المستحيلات يعطي كل ما في وسعه للتلميذ لذا دونك ورشه كبيره راهي في التربيه الوطنيه وفي في 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 الجامعه ما هي رؤيتكم للاصلاحات التي جاءت في 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 عهد الوزيره السابقه نوريه بن غبريط كانت شوفي كانت فيها حوايج ملاح ولكن احنا في البرنامج تاعنا ما راحيش نقضيو على حوايج اللي ملاح راح نحسنوا الحوايج اللي كانوا ملاح نزيدوا نحسنوهم ولكن كاين حوايج اللي لازم نقضيو عليهم كاين حوايج اللي ماشي ملاح ولذا لازم فيه فتح حوار جدي مع كل النقابات والناشطين في الميدان الدراسي لانه ماشي من هبه والدبه يروح يقري اليوم لازم يكون فيه ان بروغرام كونتينيو لازم الناس اللي تشتغل في ميدان الصحة يكونوا دي بروفيسيونيل يفو اجوردي بروفيسيوناليزي الميدان تاع ليدوكاسيون ناسيونال ولذا انا حبيت نقول يعني هذه الورشة سيد مترشح بالعيد عبد العزيز اعطاها اهمية كبيرة وما ننساش الناس اللي عندهم اعاقات كثير من الاطفال عندهم اعاقات جسدية ذوي الاحتياجات الخاصة راهم منعزلين هذوك يدخلوا في التعليم المتخصص لازم لهم اساتذه للتعليم المتخصص لا لازم يدخلوا في النموذج المدرسي نورمال لانه التلميذ اللي عنده اعاقه ذهنيه ما يتعلمش كما الاخر لكن احيانا اسمح لي بوزة تبتي يعني بعض المناهج لا تتماشى مع الاعاقه مثلا بالنسبه للاطفال الصم البكم عندهم مثلا مناهج يقولوا اسمع بلا سي دي وهو ما يسمعش راني خاصه ماهيش مقتصره فقط على الحركه يعني نعم راني يعني جايك اخت العزيزه سيتادير كو راني في الميدان انا رئيس مصلحه تاع الامراض دونك حنا الناس اللي عندهم اعاقه صغيره لازم يندمجوا مع وسمي يفو با لي ستيغماتيزي وبعد ذلك يدخل يعني دي كولوار دو لا فورماسيون بروفيسيونيل باغ اكزومبل كاين يعني دي سونتر بسيكوبيداغوجيك يقوموا بهذا العمل ولكن كاين اطفال نقدر نقول لك الاطفال ذو الحركه المفترضه في المدارس عندهم مشكل اليوم الطفل اللي عنده إعاقة في الكونسنتراسيون رانا نشوفوا نعطيك مثالات الانترنت الناس اللي راهي في لي تابلات في الليل تو يجي صباح عنده سوء التركيز باغ اكزومبل يدخل المسجد يتحاوز علاش يتحاوز لازم نعاودوا نشوفوا لانه حان الوقت نقولوا باللي وعلاش لحقنا لهالدرجه ماهوش لماذا لحقنا لهالدرجه واش خلانا المنظومه التربويه تاعنا ادات ضربه لذا لازم نحلوا ورشة مع كل المشاركين في هذا الميدان إذن أنتم مع النظر في تحسين مركز الأساتذة والمعلمين طبعا ود أن أعرف رؤية الأستاذ المرشح عز الدين ميهوبي أستاذ صلاح الدين بزاحي اليوم كيف تتصورون مستقبل المنظومة التربوية وما هي الوسائل التي ستسخرونها من أجل تطوير المدرسة وتحسين المناهج البيداغوجية فعليا بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا خير وأشرف المرسلين نحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام شكرا أختي الفاضلة مرة ثانية على الاستضافة الكريمة أولا برنامج سيد عز الدين ميهوبي استعان بذوي الخبرة والكفاءات والإطارات الشابة الجزائرية لما قدم هذا البرنامج وسمى برنامجه وسمى شعاره الانتخابي ألتزم وجعل فيه أكثر من 15 التزاما و210 آلية وتدبير آني
سيكون تطبيقه في 100% اليوم الأولى إذا اعتلى كرسي رئاسة الجمهورية. كذلك برنامجنا لما انطلق من العوائق التي تصادف أي مجال، وعندما نتحدث على مجال التربية والتعليم هو أكبر شق خاص في مجتمع الشعب الجزائري، لأنه مستحيل أنه يكون عندك مجتمع ناجح ولا دولة ناجحة والتعليم نتاعك ماهوش ناجح، ولا التربية والتعليم نتاعك مش ناجحة. لذلك استنادا إلى الواقع وصلنا إلى مسلمة ومسألة بديهية، وهي أنه وضعية الأستاذ الاجتماعية والمادية هي متدهورة وتحط له من معنوياته لهذا الأستاذ كرجل تربية وكرجل تعليم كذلك. ما تقترحون؟ نعم، كنا نهضروا في مشكلة باش ندخلوا في الآلية أستاذة والتدبير والتعليم، تجعل منه شخص يفكر في استكمال احتياجاته المادية سواء بطرق قانونية ولا بطرق غير قانونية. احنا شفنا أساتذة ومعلمين يخدموا دي كلونديستان، والله غير عيب. شغل تجي خارج تشوف أستاذ تاعك ولا معلم تاعك تحشم، حتى شغل نفسيتك بعد تتحطم انت في بلاصته، ما بالك يا هو. العيش الأكثر في ذلك في بعض المدن لا يفك الراتب، الشخص الراتب تاعه ولا المعاش نتاعه ولا يكفي حتى لإيجار شقة، لأنه الراتب تاع الأستاذ ولا تاع المعلم الجزائري اللي تقاضى 3 ملايين في الجزائر العاصمة ما يكفيش حتى باش يستأجر شقة يعيش فيها هو وولاده، لأن لم نضمن له الحياة الكريمة والمستوى المعيشي. تقصدون يعني تحسين الوضعية الاجتماعية؟ نعم، تحسين الوضعية الاجتماعية. نعطيك لأنه السبب، لأنه هذه المسألة هي المسألة الأساسية، لأن لو كان نديروا مقارنة بسيطة فقط لأي إنسان ذو عقل يستطيع أن يميز. الشعب لما يكون عندك معلم جزائري يخدم في مؤسسة عمومية ويتقاضى في راتب تاع 3 ملايين سنتيم، وعندك نديروا مقارنة أخرى مع معلم يقري في مدرسة خاصة يتقاضى 10 ملايين سنتيم، لاحظوا الفرق في النتائج في المستوى التعليمي للتلميذ، ولاحظوا الفرق كذلك في المستوى المعيشي للأستاذ، لأن الأستاذ لما ما تقدملوش مش راح يخدم يكون بالنفسية اللي راح يقدم بها كذلك للتلميذ. هذه في النقطة الأولى. في النقطة الثانية، سنوفر وسائل حديثة للتدريس. نعطيك من بينها أمثلة السبورة التكنولوجية الرقمية. أنت خلاص لازم نواكبوا التكنولوجيا ونواكبوا عصر الإعلام الآلي، لأنه انتهى عصر الطبشورة والسيال. كذلك الاستعانة بأشرطة الفيديو، وهذه كلها جات آليات وجات تدابير في برنامج السيد عز الدين ميهوبي. كذلك التجارب الحقيقية والتطبيقية بدل المنهج القديم اللي هو كان نظري أكثر من أنه تطبيقي. كذلك لما نهضروا على التلميذ، لما يكون عندك تلميذ جزائري يوزن 20 كيلو يذكر طابل فيه 30 كيلو، ما العقل ما يتقبلهاش، لانه رانا عايشين في اسر جزائريه وعلى بالنا بالمعاناه نتاع خاوتنا الصغار ولا الاباء اللي راهم يشوفوا في ولادهم الصغار. لذلك نحن في عصر التكنولوجيا يجب علينا مواكبتها. عصر الطابلات، في برنامج السيد عز الدين ميهوبي قال ساوزع لكل تلميذ المتقدم لشهاده التعليم المتوسط ولا شهاده البكالوريا اللوحة إلكترونية مجانية أو ما يعرفه بالطابلات. كذلك في التدبير الثاني أو التدابير الإصلاحية للمنظومة التربوية، قال السيد عز الدين ميهوبي ألتزم بإنشاء مجلس وطني للتربية يكون فضاء مميزا للحوار والمقترحات. هذا الجهاز يكون مكون من الخبرات الوطنية في هذا المجال وأصحاب التجارب والخيرين، لكي نحصي كل نقاط الضعف في القطاع. لما يكون عندنا هذا المجلس راح نشوفوا فيه المشاكل، ولما تكون عندنا المشاكل نقدروا نديروا اقتراحات من أهل الميدان، من أهل الاختصاص. لازم يكون عندك مستشارين والناس اللي تعطيك الفرضيات وتعطيك الحلول. وهذه نقطة إيجابية جاءت في برنامج السيد عز الدين ميهوبي. كذلك نجد أن مشكل بعض الولايات يكمن في الهياكل، وبعض الولايات الأخرى يكمن في التأطير، والبعض الآخر يكمن في الجدية، بالإضافة إلى المشاكل البيداغوجية التي تواجه هذه المنظومة التربوية. كذلك لما نتحدث على الإصلاحات، إصلاح المدرسة العمومية. لما نقول إصلاح المدرسة العمومية، إصلاح سيكون من ناحيتين، من ناحية الموارد البشرية، من ناحية المعلم ومن ناحية الأستاذ، وكذلك من ناحية الهياكل اللي راح تكون هي الأساس. لما نتحدث عن الهياكل، توفير الوسائل الحديثة كي تواكب هذا العصر التكنولوجي المتقدم، ولا يبقى منطويا فقط في الطرق القديمة التي تؤخرنا وتؤخر أبنائنا وإخواتنا سنوات من العمل لأجل الوصول إلى ما هو متوفر حاليا. كذلك في برنامج السيد عز الدين ميهوبي جاءت آلية أخرى. الآلية هذه هي إنشاء مدارس متخصصة للمتميزين والمتفوقين تكون في كل ولاية، لأنه لما يكون عندك متميزين ومتفوقين لازم علينا ندعمهم. في كيفية تدعيمهم لازم تكون متركزة على شيئين، متركزة على التعليم العلمي وكذلك اللغات الأجنبية، لكي نواكب المسار ولكي نواكب التكنولوجيا، ولكي نواكبها يجب علينا مواكبتها بالعلوم وكذلك باللغات الأجنبية. طيب تفضل أستاذ ثابتي.
يعني شو باش يعني نعترض البرنامج وانا يعني جو ريسبكت كل برامج يعني في البرنامج تاعكم تمدوا يعني دي تابلات احنا كاطباء يعني كارثه تمد التابلات وزونفو احنا رانا نحاربوا في هذا لي تابلات للاطفال يعني راهي يعني شيء خطير وخطير جدا يعني انا نقول لك يتكلم يعني بصفته طبيب مختص يعني فيه ندوات عالميه وراني نشارك فيهم يعني شيء خطير يعني يحذروا من استعمال احنا رانا نقولوا بلي نقراو خير في الكراس خير مو اسمه يعني اسمح لي اخ الكريم وكاين نقطه مهمه سي ليفالواسيون التقييم كيفاش واحد يخلص 3 ملايين يريح 3 ملايين لا بريم دو روندمون تاعو كل شهر تجي كيف يا اختي الكريمه لحقنا دوكا لا كونكورونس لا بيرفورمانس كاين استاذ يقري خير من الاخر ويلي البوينت كيما نقولوا يعني مد برامج خير لا بريم دو روندمون تاعو ما تكونش كيما اسمه ميم يعني في لو سالير لازم تكون سي با لي ميم سالير كاينه حاجه اوسي اجوردي حلينا ورشات تاع لي بريفي الخاص لازم يخدم كيما لا فونكسيون بوبليك كيف يمكن إحداث موازنة بين الخاص والعمومي اليوم؟ ميكوش يعني التلميذ اللي يقرأ في ورشة بريفي ولا يقرأ في لا فونكسيون بيبليك لو ميم بروغرام ولا ميم ايفالواسيون لا هما يعتمدوا نفس المناهج فقط عندهم اللغات الأجنبية لازم يكون برنامج نقويوهم ب ب ب ب افيك لي كوما لي ايفالواسيون هي كلش قضية تقييم كرانا نشوفوا دي زيكول بريفي بالك ما راهمش مستوى تاع وفيس فيرسا نعم دونك لازم هنا تكون لي ايفالواسيون يولوا لو سيستيم تاع لو كونترول تاع لي انسبكتور تكون فيه قيم وكي يكون قيم على البرنامج يكون قيم على الاستاذ انا كي كنت شفت نقرا يدخل لنا انسبكتور يقول استاذ قدم لي درس وفيه نقطه دونك تكون فيه تحفيز ماهوش انا احنا هنا كنت في البرنامج تاع السيد بلايد عبد العزيز كاع الناس لانه كاين بريم دو روندمون بريم دو بيرفورمانس ماشي الناس يدوها كيف ولكن الان في كل المجالات الناس قاعده تدير لا بريم دو روندمون خدم ولا ما خدمش ما هو تعقيبكم على ما قاله الاستاذ في الاختلاف هو ماذا بينا احنا يكون الاختلاف البناء اللي يكون نقاش افكار ونتوصلوا الى الفكره اللي تمشي في المصلحه العامه نعم انا على بالي وشكرا على التعقيب استاذ لكن عندما تحدثت على توزيع اللوحات الالكترونيه ستكون للمترشحين للمتقدمين لشهاده التعليم المتوسط وكذلك لشهاده التعليم البكالوريا احنا ما نكذبوش على رواحنا شهاده التعليم المتوسط في عمره راهو في ستاد تاع المراهقه او خطير راهو في المراهقه المتوسط اي في المتوسط اللي راهو راح يدخل المتوسط لا شهاده التعليم المتوسط يعني اللي راهو في بين في عمره 14 سنه مراهق اخطر استاذ لما تكون طابلات رايحة تكون طابلات متحكمه علاش تكون فيها غير المناهج البيداغوجيه فقط لا طابلات هي بالذات خطيره ليكرون اون لوي ميم خطير ليكرون لوي ميم حنا رانا نشوفوا احنا عايشين في المجتمع الجزائري ولادنا كله خاوتنا راهو شيء خطير احنا رانا نشوفوا التوحد واش دار نشوفوا لي بير اكتيفيتي واش راهي داريه دونك شيء خطير انا ماذا بينا احنا لما هضرنا لو سمحت يعني نعم استاذ انا نتناقشوا والله غير نقاش فعال وماذا يكون نقاش بالنا اسمح لي استاذ كلام كبير تفضل في النقطه هذه تفضل استاذ تفضل كما قلت الاستاذ مختص في النفس العصب المرض العقلي في النوب سيكولوجي الله يبارك تفضل النقطه التي اشار اليها الاستاذ مهمه جدا ومن هذا المنبر نوصي ديون الاباء ايسي احاول قدر الامكان تبعدوا هذه الامور على الاولاد استاذ غير بيناتنا نتناقشوا برك فقط بيناتنا الفكره تاعك طيب حتى ندوزوا يعني نقاط اخرى هناك مشاكل اخرى في التعليم لان هذا المنبر هذا مهم جدا باش نوصلوا بعض الافكار لان احنا كما قلت نحتاج كل المصلحه العامه والان عده اولياء وعده يعني اساتذه وكذا عندهم اشكاليه كبيره جدا كيفيه ان عباك الان كما يسمى بالادمان ادمان نفسي وادمان جسدي سي لاديكسيون سون دروغ يعني مشكله كبيره جدا وحنا نوصلوا احنا ماذا بينا الان الحل حتى في الدول انا تروح لكندا ما كانش هاد الاخرى اسكو لي كنديه ما خموش في هذا النظام الكندي ما عندهمش هاد الكيسيون طابليت وكذا ممكن تستعملها لوقت محدد في البيت اما في المدرسه ما كانش استاذك لما هضرنا احنا لما يكون التلميذ يقرا في المؤسسه التربويه ويروح احنا رانا اكل ولاد الشعب الجزائري انا وانت والاستاذ عندنا ولادنا وعندنا خواتنا راهم يقراو في برامج الدعم يديروا في ليكور برا لذلك احنا في هذه النقطه لما تمد للتلميذ تاعك طابليت يتواصل اليا مع الاستاذ نتاعو وراح تكون
الطابلات هذيك لوحة اللوحة الإلكترونية تكون مخصصة للتعلم فقط، لأنه لدينا لوحات إلكترونية مخصصة في شيء واحد فقط، ما تلقاش فيها اليوجي، ما تلقاش فيها نظام، ما تلقاش فيها مثل لي زابليكاسيون كيما فيسبوك. انت سي لي زيكرون، على بالي لو بروغرام اللي كاين داخل التساؤل هذا، هل احنا كمجتمع جزائري رانا نطبقوا فيها في المنزل ونمنعوا في ولادنا من يهزوا التليفون؟ طيب اسمح لي اخي، رانا نحاربوا هذه الافة لانها خطيره وخطيره جدا. احنا عندنا ندوه يعني قريبا ان شاء الله، وباش نقولوا باللي لي زيكرون سون توكسيك، ممنوع باتا الطفل يقرا في الورقه خير من اللي يقرا في الإكرون. ولكن يعني مشكل آخر لا يقل أهمية عن المشاكل هذه هي مشكل النقل المدرسي. نحن على أبواب 2020 وما زلنا نشوف مشاهد، نشوف تلاميذ يقطعون مسافات طويلة جدا لتحصيل العلم. دور البلديات، دور البلديات في توفير النقل المدرسي، خاصة من نحن لدينا، ما نكذبوش على بعضنا، رانا كل الشعب الجزائري، نحن على بالنا باللي عندنا ناس فلاحين ونعرفوا الفلاح تاعنا في الدول، في الدولة الجزائرية وين جاية، وكل راهي جاية بعيدة على المدن. كيفاش احنا نطالبوا باش يكون عندنا فلاح ناجح، ولا باش يكون عندنا صناعي ناجح، ولا انسان يخدم في الصناعة ناجحة؟ لانه ليزون، لأن المناطق الاقتصاد، المناطق الصناعية والمناطق الفلاحية راهي بعيدة كل البعد على المدن طبعاً. الجزائرية، هذا الدور تاع البلدية، وذلك في 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 في, في البرنامج، لما نتناقشوا في برامج، أي في برنامج أي مترشح، نهضر أنا على المترشح تاعي سيد عز الدين ميهوبي، نلقاو توافق كبير بين الشق الاجتماعي والشق الاقتصادي. لما تحرك العجلة الاقتصادية نتاعك راح تحرك كذلك في الشق الاقتصادي وكذلك في الشق السياسي، لما تفتح لا مركزية في صنع القرار، وين كاين قرارات مهمة اللي يتمدوا مثل رؤساء البلدية، اللي يتمدوا كذلك في على المستوى المحلي. لذا هنا راح نفتحوا الشبكة، وين الدعم راح يكون على مستوى الشعب الجزائري ككل. يعني ما هو ما هي رؤية مرشحكم في هذا الاتجاه؟ كيف ستتعاملوا مع هذا الوضع؟ يعني في هذا الوضع احنا رانا نشوفوا يعني حالات مؤسفة جدا، خاصة في ذا الهضاب العليا والصحراء. أنا في الجزائر، والجزائر العاصمة ماهيش الجزائر الكبرى، الجزائر الكبرى من الجزائر العاصمة، أطفال صغار يا عباد الله يمشيوا 5 كيلومترات بالحفا والجوع غير مقبول. هذا دور البلدية، لي بوس سكولير، كاين خلية في البلدية هي اللي تقوم بكل هذا الشيء، ماهوش يعني وزارة التربية. وحبيت نقول حاجة مهمة، اليوم لازم لا ديسونتراليزاسيون، يفو كريي دي سونتر، مراكز، مراكز في كل ولاية يكون مركز التعليم. الوزارة، كل وزارات، وزارة الصحة ولا وزارة التربية، السوغ ادمينستراتيف تمد اوامر الفي ايفالوي ويعاود يرجع لها لو بيلون. كل ولاية لازم تكون، حنا كلش سنتراليزي في اسمو البلدية تخلات على المهام تاعها، لأنه كل بلدية اللي تشتغل يعني بصفة يعني مبرمجة ما فيهاش مشاكل. ديك البلدية تتخلى على المسؤولية ديالها راهي كارثة. أستاذ محمد الأمين حجاج، هل في برنامج مرشحكم ما من شأنه وضع حد لمشكلة النقل المدرسي؟ طبعا لاحظ منه، بالنسبة لنا قلت وفي بداية أن علاجات المسكنات هو المشكل تاعنا، مشكل طلبوي يجب إعادة نظر في كثير من الأمور. مشكلة النقل المدرسي هو مشكل يعني من بين المشاكل الكبيرة التي يعيشها هذا القطاع. الحل بسيط جدا، الحل بسيط جدا. أول شيء هو أول شيء أن دعم البلديات يتكفل بهذا الأمر. أنا أقول أن الأموال التي ذهبت ونهبت في الفترة السابقة كانت قادرة أن تحل ألف وألف مشكلة في هذا القطاع. إذا كان هذا القطاع ذو أولوية وذو أهمية بالنسبة على المستوى البلدي وعلى المستوى الولائي وعلى المستوى الوطني، كثير من الأمور احنا نحلوها. كيف أنا بعض القطاعات الأخرى تجد النقل بشكل سهل جدا، أما قطاع التربية والأطفال كذا ما يوجدوش. أنا كنا قد راسلنا وزارة التربية قبل يعني في الصائف الماضية حول هذا إشكالية النقل المدرسي، ما كان حتى إجابة. لماذا؟ لأن لاحظنا، تصور أن الطفل كما قال الأستاذ ذو 6-7 سنوات يتنقل يعني شحال كيلومتر ثم ينزل القسم، مستحيل أنه يستوعب. احنا توفر له كل إمكانيات، لكن تبقى يعني احنا كمختصين نقول توفر كل إمكانية المادية والبيداغوجية والأستاذ الكفء والطفل الظروف الكليماتيك يعني الظروف المناخية توفر فيها الطفل، ودب يعني يبقى لاتونسيون تاعو وتبقى لا بيرسيبسيون تاعو إلى حد ما.
تصوري هذه الامور كيف غير متوفره؟ صعب جدا ان نطلب من تلميذ. هذا بين اهم الاسباب لتدني مستوى الطفل هو قضيه هي قضيه مشكله النقل. اسمحي لي كذلك اضيف نقطه، قضيه طيب. تدني مستوى التلميذ، احنا ركزنا على نقطه مهمه جدا هي قضيه القسم التحضيري. القسم التحضيريه يجب ان الدوله والدوله يصبح قسم او مستوى يعني هو اجباري على كل حال يصبح اجباري لكن هو إجباري يجب تنظيمه تنظيم حسن. اقول الواقع تاعنا واقع كارثي. اذا كان طفل تاع 4-5 سنوات يدرس في بيوت يعني مغلقه دون ادنى الشروط العلميه والبيداغوجيه، كيف احنا متاكدين ان الطفل من 0-5 سنوات هو تبنى فيه شخصيه الطفل؟ من 0-5 سنوات يجب عنايه خاصه بهذا الطفل. ومن بعد احنا واش نديروا من بعد؟ عندما يدخل المدرسه الابتدائيه خلاص يعني عده امور يعني قوى يعني عصبيه وذهنيه وكذا قد نمت، لكن اذا ما خمناش احنا في البرنامج عبد القادر مقينا قلنا يجب اعاده نظر في هذا السن. القسم التحضيري يجب ان يكون مباشره الدوله بالنسبه للبرامج يجب ان توحد ويجب ان لا يتلاعب في هذا مهما كانت المبررات. الدوله تستطيع ان تبني، تستطيع ان تتكفل بعض الجمعيات او بعض المؤسسات المجتمع المدني لكن بشروط مضبوطه وبرنامج وطني مضبوط على المستوى الوطني باش الطفل عندما يدخل المدرسه الابتدائيه يكون خلاص موجود. الان خاصه البرامج موجوده الان، برامج صعبه جدا تحتاج الى يعني تهيئه قبليه لهذا الطفل. طيب لو سمحتي يعني نقطة مهمة لأنه لازم نهضروا على شهادة البكالوريا. اليوم البكالوريا ما راهوش الناس تقول لك الباك ماشي كيما بكري. كاين نقطة. لازم نفتحوا ورشة بخصوص شهادة البكالوريا. أون باس أو باك بروفيسيونيل أو باك أكاديميك. كيفاش نروحوا؟ أنا من الناس والبرنامج تاع بلايد عبد العزيز يعني خلق تخصصات مهنية لها علاقة مباشرة بعالم الشغل. شوفي كاين وزارة لازم إن شاء الله في برنامج السيد بلايد عبد العزيز نديروها، سي وزارة لا بلانيفيكاسيون. يفو بلانيفي. حنا الطفل ينمو يلحق إلى 7 سنين عنده مؤهلات في الرسم في الباتيمون في حاجه، لازم يكون في خبراء يديتكتيو هاد الناس في عمرهم 12-13 سنه ويديروا لهم ورشات مهيئه لهذاك الشيء، يروح يجوزوا لو باك بروفيسيونيل. حنا دوكا اللي تسقسيه في العائله الجزائريه يقول لك وليدي خرج طبيب وبيلوت. شغل الجزائر كاين الطبيب والبيلوت. يعني نقص في التخصصات كل بالفعل التي لها علاقه بالعالم بالشغل يعني هي قيم مزادات بس دي فالور اجوتي. لازم ديتيكتيو هاد الاطفال من الصغر، ماشي هو حاب يدير حاجه تخلي حتى نهار يجوز الباك يلقى روحه يدير حاجه اللي ما عجبتوش يقول لك نروح نقرا انا ندي هذيك لابورس وندير نو. دونك الاهميه تروح تنطلق من الصغر و سي تري امبورطون. كما قال الاخ اوسي لو بريسكولير لازم بريسكولير لازم يكون اوفيسيال في كل المدارس، وحنايا في البرنامج تاعنا ما فيهش لو بريفي ولا دوله، كاع جزائريين وانا نسول اوبجيكتيف هو التعليم. كاين نقطة هامة، اليوم الجمعيات اللي يعني تتعامل مع التربية الوطنية لازم دي بيلون، لازم تتحاسب. ماهوش حل من هبة ودبة يحلي اون اسوسياسيون ويتعامل مع الأطفال، ديري دي بيلون. ماذا عن المدارس الخاصة؟ تكلمنا عن المدارس الخاصة، هذه الظاهرة اللي انتشرت بكثرة في السنوات الأخيرة وأصبحوا الأولياء يكلفوا نفسهم يعني أموال طائلة خطير. من أجل تعليم أولادهم ومن بعد في النتائج أحيانا نصيبوا يعني مستوى ضعيف، أحيانا بعد في الحق للمستوى الشهادة البكالوريا نلقاو بلي نتائج ضعيفة بالمقارنة بالعمومي. كيف يمكن يحدث موازنة؟ درنا دراسة في هذا الفعل الأمر. وجدنا بعض المدارس لا وعميم لكن حالات يجب ان تقال، حالات بعض المدارس كل او معظم باش ما نكونش مشحف معظم المطرودين المدرسه العموميه يروحوا المدرسه الخاصه. انا درست في مدرسه خاصه. درست في التربيه يعني الهدف هو الحصول على شهاده؟ ممتاز. انا سقسيت الاخر بالضبط، سقسيت بعض على الجله هنا، قالوا استاذ نسحقوا النيفو تيرمينال باش ندخلوا به من بعد سونتر دو فورماسيون من بعد نصيبوا روحنا في بمعنى ذلك يعني يجب اعاده النظر في هذه المدارس الخاصه، يجب متابعه ومراقبه المدارس الخاصه.
لا يجب أي كل واحد عنده مش عارف انفستمون يروح يدير اي استثمار في اي مجال، لكن في المجال التربيه لا، يحتاج الى ضبط، يحتاج الى مراقبه، يحتاج الى توجيه، تقييم، يحتاج الى تقييم. ممتاز استاذ، يحتاج الى تقييم. مش اي واحد عنده دراهم يروح يفتح مدرسه عندها باتيمون كدار واحد كي دوشارج. إيه يعني عندك عندك مجموعه من الاسيده متقاعدين ارواح كذا خلاص نفتح نو. ومن بعد لو ميم كاين وحاجه اخرى، كاين ضحايا في هذا. انا كي نشوف مدرسه خاصه وشعارا جو سي با بيبليسيتي فريمون تري، تضخيم للنقاط احيانا يوصلوا حتى يضخموا النقطه تاع الكتاب. والولي ما يعرفش تضخيم تاع النقاط في الكلمه. واش خلى التضخيم؟ هو غياب، ما كاش ليفالواسيون، ما كاش ليفالواسيون تاع لي انسبكتور. لكن المفتشين ما راهمش يقوموا بزيارات، ما راهمش يروحوا قانونيا موجوده قانونيا. ما نعموش، ما نعموش، لا لا ما نعموش، انا قلت ما نعموش، ما نعموش. انا اعرف مدارس خاصه ممتازه جدا، اعرف مدارس خاصه ممتازه، ممتازه في 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 الاستاذ، في الحرص، في التقييم، في حتى في النتائج. يعني تجد مثلا النتائج الخامسه تقريبا 100% النجاح، نتائج ممتازه في البكالوريا. لا لا نعم، لكن احنا مادام كاين اشكاليه في هذا المجال، مادام كاين بعض المدارس تحتاج الى مراجعه، تحتاج الى تقييم، تحتاج الى محاسبه، يجب ان نطرق هذا الاشكال. طيب. لماذا؟ لان هذو اولادنا وهذو فريدات أكبادنا. أي شيء يمسهم خاصة بالنسبة للمدرسة الابتدائية، خاصة لأن أي إشكالية يقع على مستوى البريسكولير أو ما قبل التمدرس والمدرسة الابتدائية يصعب بعد ذلك حله، لأن إشكال راح ندخل في ميدان تاع المراهقة وكذا يصعب بشكل كبير. لهذا أنا نشوف أن المدرسة البريسكولير أو قبل التمدرس قسم تحضيري والمدرسة الابتدائية ضرورة اهتمام بها بشكل خاص. حبيت نقول حاجة. تفضل. الطفل البريء المسؤولية للأستاذ، لازم نهار الأستاذ يعطوا له لا ديسيزيون راح يقري، لازم تكون عنده مسؤولية، لازم تكون عنده قيم، ما موش من هبة وهذا يدخل في التكوين. هذا في التكوين يعني مهمة جدا قبل أن يصبح التلميذ ضحية. قبل أن يصبح راهي مسؤولية كبيرة. طيب. تكلمنا مطولا. البكالوريا فيما يخص الموضوع البكالوريا اللي قاله الأستاذ، احنا المشكل تاعنا ونقطة الاختلاف في البكالوريا هي التوجيه فقط. والله غير هي التوجيه. نعطيك مثال، لما يكون عندك طالب قرا مثال قرا رياضيات، على توجه للحقوق. لما يكون عندك طالب قرا جيني سيفيل قرا هندسه مدنيه، لازم توجه للادب. هذاك عنده علاقه بالتوجيه، لانه 90% من التوجيه هو توجيه عشوائي، حتى وان كان حتى وان كان الاختيار كان من التلميذ، لكن يوجهه عشوائيا. هذا ديتيكتي الطفل يجيب لا سيزيام تاعو عنده مؤهلات خاصه في المراهقه. يبان لك الطفل يحب موسيقى، حل السونتر تاع الموسيقى يروح، حل السونتر تاع الجيني سيفيل يروح. لانه في برنامج يعني لأنه في برنامج السيد عز الدين ميهوبي قال لك يجب ان تكون هناك لجنه وطنيه تختار العباقره من هؤلاء التلاميذ. بغض النظر على النتائج قادر انه يكون لما يكون عندنا تلميذ مقبل على شهاده البكالوريا ولا شهاده التعليم المتوسط، تكون قادر يكون عنده وفاه، قادر يكون عنده مرض، قادر هو نفسيته اللي يخاف من الامتحان وطول. الاستاذ الطبيب على باله بهذا الامر. لذلك طيب. يجب رقمنه نتائج البكالوريا. نتائج تاع البكالوريا ما لازمش تكون نتائج، لازم لو كورسوس تاع 3 سنين. هذا واش كنا نهضروا سكوند في البريمير، لازم تقييم المستوى وليس فقط واحد هذاك النهار ما كانش مليح يعطي الباك تاعو. رقمنه المسار تكون التلاميذ تكون يمدوا العلامات ويمدوا التقييم المسار تاع التلميذ من البدايه الى غايه شهاده البكالوريا، ومن ثم يوجه حسب ما هو مكون ذلك التلميذ وحسب اختياراته وحسب ابداعاته. وخاصه ما ننساوش مجال الابداعي طبعا، لانه المجال الابداعي، لانه كل انسان لما يروح يخدم خدمه يخدم الخدمه اللي يحبها، لانه سيبدع فيها، ماشي انه يروح يخدم غير باش يخدم ولا يقرا غير باش يقرا. هذه النقطة تدفعنا إلى الحديث عن التعليم العالي. اليوم التعليم العالي يخضع لنظام LMD منذ سنوات، ليسونس ماستر ودكتوراه. هناك من يعيب على هذا النظام أنه أخل بمستوى التعليم الجامعي. أستاذ محمد الأمين حجاج، ما هو موقف مرشحكم من هذا النظام، من النظام LMD؟ طبعا هل هو نظام يحتاج فقط إلى إعادة نظر؟ أم ترون أنه يجب إلغائه والعودة إلى النظام القديم؟ طبعا ما رأيكم؟ يعني هذا يحتاج إلى فتح حوار عميق في هذا المجال. الجامعة الجزائرية الآن تعيش أزمة حقيقية، يعني وكل عام يعني هذا المستوى وهذه الأزمات تتعمق.
وحنا نلاحظها في الميدان هذا الامر هذا. بالنسبه لنظام ال ام دي ضروره اعاده نظر فيه. اقول بعض الدول اعاده نظر تماما، بعض الدول يعني وقفت التعامل يعني تنفيذ هذا البرنامج سيستم او نظام ال ام دي. وحنا نقول من هذا المنبر ضروره اشراك كل المختصين في هذا المجال لإعادة جلسة تقييمية حقيقية من بداية تطبيقه إلى الآن، ووضع تحسينات لإما توقيف هذا وعدم التعامل مع إذا كان هذا الحوار يعني خرج إلى ضرورة إعادة نظر كليا جذريا في هذا النظام، أو وضع تحسينات ضرورية لهذا النظام، لأن النظام فيه سلبيات بشكل كبير جدا، سواء من ناحية التكوين، سواء من ناحية نوعية التكوين، مدة التكوين، السيدة المؤطرين، الوسائل البيداغوجية، كل هذه الأمور هذه طبعا لم توفر لإنجاح مثل هذا مثل النظام. إذا أنتم مع المراجعة والتطوير؟ طبعا ضرورة مراجعة وتطوير هذا البرنامج هذا. طيب. أول شيء هو فتح حوار حقيقي بين المختصين في هذا المجال. في برنامج مرشحكم سيد مهوبي لمح إلى إعادة النظر في هذا النظام، ماذا يقصد بإعادة النظر؟ هل هو إيحاء بالاستغناء عنه مستقبلا؟ إيحاء بالاستغناء عنه مستقبلا. تحدث عن ذلك السيد عز الدين مهوبي على نظام الألم دي، قال جربناه بما فيه الكفاية. إذا ما هو البديل اليوم؟ ولكن لم تكن نتائجه كما نطمح. البديل لما تكون عندك لجنة تشاورية فيما يخص، احنا قلنا دائما نستشير بأهل الخبرة وبأهل الاختصاص وبأهل الميدان، لما نعرفوا العوائق ولا السلبيات هذا البرنامج نعرفوا. أما برنامج اللي فيه اللي كنت تكون فيه إيجابيات سيستم ألم دي وكذلك إيجابيات أخرى اللي ما حققهاش نظام الألم دي، هذا فيما يخص سيستم فيما يخص نظام الألم فيما يخص نظام الألم. والجامعة الجزائرية أصبحت جامعة شهادات وليست بجامعة كفاءات. ما نكذبوش الأرواحنا. هل رأينا مثال لما نديروا مقاربة بسيطة ولا مقارنة بسيطة بين الجامعة الجزائرية وسوق الشغل؟ يعني الكم والكيف هي لا تصب في سوق الشغل. كذلك العلاقة فقدناها، كذلك فقدنا العلاقة بين البحث الجامعي والمؤسسات الاقتصادية والمؤسسات الاجتماعية. هل رأينا تطبيق بحث جامعي في مؤسسة اقتصادية ولا في مؤسسة اجتماعية؟ لا، كل هذه البحوث هي حبيسة الدرج. إذا تم الاستغناء عن هذا النظام، ما هو البديل؟ هل سنعود إلى النظام القديم؟ ليسانس ماجستير دكتوراه؟ هذا ستحدده اللجنة التشاورية التي يكون فيها أهل الميدان أستاذ. طيب، أريد أن أعرف رؤية مرشحكم في هذا الاتجاه. وشاطر يعني الإخوة اللي يدعوا على الألم دي. إحنا جزنا بمراحل وين يعني نستوردوا مام لي بروغرام، يعني نجيبوا برنامج من الخارج نجيبوه نطبقوه. اسقاطات واستنساخات. ولا يعني الجزائري يعني شغل ولينا دي كوباي، وعلى بالنا بلي هذاك البرنامج استخلاوه عليه في مدن. قبل ما تجيب البرنامج، احنا الجزائر عندنا قيم، عندنا دي فالور، عندنا لغات، دونك البرنامج لازم يتأقلم مع الجامعي الجزائري. لو سيستيم ال ام دي سي تان سيستيم عنده دي ديفايونس. نعطيك انا اكزومبل. انا كنت عميد، نائب عميد كلية الطب في احد الولايات. كي ديري يعني لي باراميديكو كما نقولوا حنا، لي زانفيرميي، لي زانفيرميي شبه الطبي، شبه الطبي اللي عندهم اهميه كبيره، دخليهم في لو سيستيم ال ام دي. غير معقول هادشي، غير معقول. لانفيرميي كانوا مؤسسات، يعني سي دي سونتر دو فورماسيون تاع لي باراميديكو. كي كملوا لا ليسونس تاعهم ماستر، سي با ان ديبلوم بروفيسيوناليزون. واش صار المشكل؟ المستشفيات قال لك حنا ما ريكروتيوش لو ال ام دي. كل لي تخوا سيكسيون، اوفان لي تخوا بروموسيون اللي فورميناهم، كل واحد وين راح. نعطيك هذا نموذج من نماذج وين فيه ان ايشيك دو سيستيم. دونك قبل ما نطبقوا برنامج على المستوى الجزائري، يفو دي زيكسبير، لازم نتشاوروا بيناتنا. لذا قلت لازم ورشه كجامعيين، نقابات، كل يعني الاولياء، تو الموند اون في دي اسيز، فاعلين في القطاع التعليم العالي. التعليم العالي وللتزم نديروا ريفيروندوم، نديروا ريفيروندوم هذاك الشيء. ماشي نروحوا نصدموا نرميوه وغاولوا لي ريزولتا. شفنا يعني ال ام دي
إذا نكون متفق على أنه كان سبب في تدني مستوى التعليم العالي. ليس السبب الوحيد. كاين كاين سبب وكنا في سيستم مليح. أسباب كبيرة يعني كثيرة. عندما نتكلم على مثلا الأستاذ الجامعي. الأستاذ الجامعي يعني الحياة الاجتماعية والمهنية للأستاذ الجامعي كارثية. تحتاج إلى عد نظر. يعني الأستاذ الذي يقدم يعني الذي معناها كل وقته في مجال البحث. كيف يمكنه أن يقدم بحث مستوى وجودة عالية وهو في الحالة الاجتماعية والمهنية المتدنية بشكل كبير جدا؟ نفس مشكلة يعني مشكل كبير جدا. المعلمين والأساتذة. أي أستاذ نقول لك هنا يعني كثير من الأساتذة كي يروحوا الخارج يبدعون. أي أستاذ الجامعي كي يروح الخارج يجد الظروف الاجتماعية والمهنية ممتازة سيبدع. لكن فالمشاكل الجامعيه ليست فقط مشكلته، هناك مشكله النقل، هناك مشكل كبير جدا، مشكل الخدمات الاجتماعيه. احنا في ربما نعم. تفضل تفضل استاذ اسمح لي اني كملت اسمح لي. انا عندما اتكلم عن مشكل الخدمات الاجتماعيه الذي ضروره اعاده النظر مشكل القضيه الخدمات الاجتماعيه، اقول اموال طائله تضخ في هذا المجال، اموال طائله تضخ. احنا عندنا اقتراح، احنا عندنا برنامج شويه عبد القادر بن قرينا ماذا يقول؟ التقييمات حسب التقييمات الحكومات السابقة قال والله غير الليتيديون أو الطالب يصرف عليهم بين 7 إلى 9 مليون سنتيم في الشهر بين نقل والإيواء وكذا مع الإيفالياسيون دو برسك 7 أو 9 مليون سنتيم. احنا شو قلنا؟ قلنا نحلوا تحت تدريس تاع الجانب البيداغوجي والباقي تفضل أعطيه الليكيد خليه هو نحي بشكل تحل كثير من 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 لي فوي تاع 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 دراهم. يعني كي نشوف النقل الجامعي نقل جامعي تحسب كيما الصيف كيما وقت الدراسه والصيف. يعني هذا السيد هذا صاحب الحافله هذه يخلص الصيف يخلص الشتاء يخلص يعني في اموال يعني نشرها كل وسائل الاعلام باموال لا تتخيل. احنا شو نقولوا؟ نقولوا الاموال هذه 3-4 مليون قدمها للطالب ياكل يعني والميزانيه تاع الجامعه تتحسن بشكل كبير جدا. ياكل نوفر له السكن تحب تسكن هاي الخدمات الاجتماعيه لي سيتي يونيفرسيتير تخلص كذا تحب تاكل هاي ريستورون تخلص كذا اي غير ذلك توجه مباشره الى الطالب دون ليزانترميديال. لان الاموال التي يعني تصرف اموال طائله جدا لان الجانب المطاعم الجامعيه مطاعم كارثيه. مازلنا نفطروا ب 24 دورو يعني من المعقول عندها 50 سنه 24 دورو اليوم 24 دورو لماذا علاه؟ اعطيه ليتيديون اعطي له ان بري سالير والدولة تكفل بالباقي ماهوش مشكل، اعطي له ان بري سالير 3 ملايين يحب ياكل يحب يكري يحب يدير واش يحب الي اوتونوم ماجور ماجور فاكسيني استدير ديجا تهيئ رجل استدير تهيئ رجل مسؤولية تهيئ وتعطي له ان بري سالير وروح يخدم ولازم يخدم وما يتكلش على والديه. الطالب اليوم يجيب الباك تاعو يروح عنده ان بري سالير تاع 2-3 ملايين وهل الخزينه العموميه تحتمل هذه المصارف الاضافيه علينا نخدمو؟ لا لا كيف سيتم تمويل لا هنا 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 سي ان اوتر فولي سي الفولي ايكونوميك. الناس الجزائري لازم يعرف اليوم لازم يخدم دراهم منين نجيبوهم لازم يحسوا واحد اخرى. نعم هذه راح تكون يعني تكون على المدى المتوسط لانه خزينه الدوله يعني حاليا عندنا من طالب رانا في عجز في الميزان لازم نخرجوا من هذيك المتتاليتين سنه 2018 وكذلك سنه 2019 وهذه صارت مره واحده في سنه 1994 وسنه 1986 وجاميلا كان العجز التجاري لمده سنتين متتاليتين. هذا لما نربطه هذا الشق الاجتماعي يجب علينا ربطه كذلك بالشق الاقتصادي اين يجب ان يكون خطا متوازيا لانه لما تحرك عجله الاقتصاديه ولا الديناميكيه الاقتصاديه في البلاد راح تخلق لك مناصب شغل راح تخلق لك ضخ الاموال سواء كانت في الداخل سواء كانت الاموال الصادرات اللي راح تكون عندنا من المنتوجات الجزائريه راح تخرج للخارج للتصدير. لذلك احنا عندنا عده مشاكل. الرئيس الجمهوريه اللي راهو جاي الله يكون لانه راح يكون ثقل كبير على كتفيه. لا هو ما راهش راح يخدم وحده على كل حال. نعم راح تكون طاقم الخدمات الاجتماعيه ضروره اعاده نظر فيها. قلنا ضروره اعاده. ثاني بالنسبه للاموال تاكد بنا ان اموال طائله تصرف في هذا المجال. على بالي راني طالب وراني على بالي استاذ وش كاين اموال طائله تصرف هذه الاموال تعاد تسيرها يعني
تروح مباشره للطالب، نحي لي زين تلميذ ديال الوسطاء. نعم هي ستكون عوض ان تروح لصاحب النقل صاحب شركه النقل، لانه هذه الفكره عندها عامين وهي تروج لدى الطالب قبل ان تروج لدى ممتاز ممتاز. احنا يعني هذه فكره راهي الناس كل متفاهمين فيها، والناس كل راهي مقتنعه بها، والناس كل راهي ماشيه فيها في الطرح. المشكل احسن طرح هذا هو الطرح الايجابي اللي لازم يكون، لازم يطبق في ارض الواقع. وكذلك كاين مشكل تهميش الكفاءات، هي دي ديبلومي اللي يقول لك اليوم انا يخرج ما كاش خدمه ما كاش، لانه استاذ هنا كاين هذا يعني يدخل في قطاع الشغل يعني هذا بعد كان في المدرسه رحنا للتعليم العالي، وهي راهي سلسله يعني بديتها من بدينا من المدرسه ورانا رايحين سوق الشغل. سوق الشغل لانه الجامعه راهي تخرج. علاش الشغل؟ اسمح لي استاذ، علاش الشغل؟ انا كي انا بابا قال لي روح تقرا ولا وليدك ولا باش نخدم، لا باش نولي اوتونوم. طبعا لو كنت تقرا تجيب الباك تجوز لا ليسونس وما تخرج شومال ما تقراش خير، يقول لك انا دونك لازم. انا كطبيب عقلي يعني عندي بالمنطق يعني لازم من الصغر تهيئ الطفل بلي غدوة يقرا يكون عنده منسب. طبعا لازم يكون كاش، لازم يكون اليا، لازم يكون هذا هو المفروض. سي سالا بيرفورمانس. وحبيت نقول حاجه اوسي، انا احنا في البرنامج تاعنا ربما يختلف على بعض البرامج، احنا الكفاءات حنايا ندعموهم، تقري تدي، ما تقريش ما تديش. سي رونفورسي سي دي فو تكون لا كونكورونس. هذيك تاع لو سالير كيف كيف لازم تتنحى عند الجزائريين، لازم تكون لا كونكورونس في كل المجالات. طيب وين ما كاش لا كونكورونس واحد ما يخدم. طيب هل من باختصار هل من استراتيجية لفتح جامعة متخصصة في الجزائر؟ نعم هناك في برنامج السيد عز الدين ميوطي قال سننشئ أقطاب جامعة خاصة. نعطيك مثال، وكل في كل مدينة ستكون حسب التخصص لتلك المدينة. نعطيك مثال من مدينة الجلفة والبيض، عندنا سلالة نتاع مواشي خاصة بنا، قال لك نديروا قطب جامعي خاص بالبيطرة في تلك المدن باش نحسنوا من الإنتاج. لأنه علاش؟ لأنه كاين قارة راهي تعيش بالثروة الحيوانية. لما نهضروا هذا في الجانب، في جانب الثروة الحيوانية، في جانب الفلاحة راح تكون قطب جامعي خاص بالفلاحة في ولاية بسكرة ولا في ولاية الواد، لأنها هي الرائدة في لأنه المنتوج، لأنه الجزائر راهي تأكل من ولايتين فقط، وما بالك أن استغلينا عدة ولايات أخرى اللي منها مثلها مثل المنيعة، مثل طمنراس، مثل أضرار، وحنا رأينا باللي أرض غير خصبة، ولكن ننظر ما أخرجنا من تلك الأرض، ولا أخرجنا أكثر من الذهب. لما يكون اللون تاع الرمال أصفر، اليوم رانا نلاحظوا فيه في ولاية بسكرة وفي ولاية الواد اللون هو أخضر. تعمرت كامل، لأنه المواطن في الصحة في الجنوب الجزائري راه يخدم. طيب. كذلك إنشاء قطب جامعي في البتروكيمياء في الصحراء الجزائرية، كذلك في الطاقات المتجددة. يجب أن تكون لدينا هذه الأفكار لكي تخرج الجامعة الجزائرية الطالب الجامعي، ما تخرجوش كيما دوك راهو يخرج دوكا شومار ولا يخرج باش يريح في الدار، تخرجوا دائما إلى منصب الشغل تاعو، إلى سوق العمل، لأنه كاين شق كبير وفراغ كبير. لذلك حاولنا في برنامج السيد عز الدين ميهوبي التقليص من هذا الشق والتقريب من الجهتين. نقطة مهمة كذلك هو محو الأمية. هذه لازم يعني نحاربوا عليها، يعني في كل المناطق الجزائرية لازم يكون فيها دي ريسيكلاج، يكون فيها التعليم، مام الناس كبار اللي ما قراوش لازم نديروهم دي سونتر وباش يعني. تفضل أستاذ حجاج، عندكم إضافة في هذا بالنسبة للأقطاب الجامعية؟ نقول لك واحد النقطة مهمة جدا، التوجيه التدريجي لإعادة التنظيم الجامعي عبر استحداث أقطاب جامعية جهوية متخصصة لتلقية جودة التعليم والبحث الجامعي عبر تركيز الكفاءات، معناها تركيز الكفاءات وتجميع الإمكانيات التأطيرية ومراجعة خارطة انتشار التخصصات وفق معايير مدروسة. معناها احنا واش حابين نديروا في برنامج مترشح القادم مقلينا، هو ضرورة في كل جهة تكون هناك أقطاب جامعية، الوسائل تكون موجودة، المراكز البحث تكون موجودة، الأساتذة المختصين يكونوا موجودين لإحداث نقلة نوعية في مجال التعليم العالي. طيب تحدثنا مطولا عن قطاع التربية، يجب أن نمر إلى قطاع الصحة العمومية وكيفية تطويرها، وهنا وجه سؤال للبروفيسور ثابتي. نتحدث كثيرا اليوم عن التزام الدولة بضمان مجانية العلاج لكل الجزائريين، لكن بالمقابل نلاحظ تدني في مستوى الخدمات، يعني العديد من المرضى يتوجهون الآن نحو القطاع الخاص، ما هو الحل الذي تقترحونه؟ احنا يعني الهدف الأول في الصحة، يعني اليوم يعني الجزائري كي تنقاس في صحته راهو ينهار. اول حاجه الناس كي تقول لك انا نروح للخارج، والله ما يقول لك باسكو بلاد شابه، ولا يقول لك باش نداوي.
لذا احنا في البرنامج تاعنا عطينا اهميه كبيره للصحه، هو ضمان الصحه لكل جزائري واعطاء الاولويه للوقايه. فيما يخص تدني مستوى الخدمات، تدني مستوى الخدمات في العلاج، كيف يمكن ان نعالج هذا الموضوع؟ موضوع يعني معقد. معقد اليوم كي نشوفوا وزارة الصحة عندنا كفاءات في الأطباء كبيرة جدا، لأنه اليوم رانا نشوفوا يعني في الخارج صرا في غزوة راهم يدوهم بطل. يعني الجزائر تقريك بالملاير وتروح لفرنسا أنا الطبيب يدوك بطل، والجزائر ما تحوش عليك، سيت اون بيرت. أختي الكريمة، الجزائر تصدر لوغ نواغ، الذهب الأكحل والمادة الرمادية لا ماتيغ غريس، وهذا خطير. وفي مجال الصحة أطباء أكثر من 15,000 طبيب يشتغل في فرنسا. لذا كي ما تمديش الإمكانيات للطبيب المؤسسة الاستشفائية، وأن المؤسسة الاستشفائية ما هوش يحكم فيها إنكمون طبيب، فيه إدارة، فيه ممرضين، فيه لازم الناس تتعامل دو فاسون كما نقولوا حنايا كومبليمونتير. حنا في البرنامج تاعنا سي لا كرياسيون دي ريجون سانيتير، لازم في كل جهات الشرق والغرب نديروا دي سونتر كما يتندار في سي سكون ابل لا اوتوريتي دو سونتي، هما اللي يتكلفوا بالميدان الصحه. الوزاره راهي هنا تقيم ودير الخدمه تاعها تاع الادمنستراسيون. حنا اليوم تروحي في مستشفى ما تعرفي شكون هو طبيب، ما تعرفي شكون هو الفرملي، الخدمات مع لو بريفي، باسكو حنا حبينا في البرنامج تاعنا نقويو المستشفيات، ومنها وسي لو سيكتور بريفي اللي لازم يلعب دور ثاني القطاع الخاص. يعني حنا نشوفوا كيفاش استاذ ولا طبيب في المستشفى، في المستشفى يروح يخدم في البريفي. علاش يروح يخدم في البريفي؟ باسكو ما يخلصش مليح. اليوم طبيب يعجب يخلص 60,000 دينار، وشفناها وسي لو بروبليم تاع لو سيرفيس سيفيل. انا عندي دي ريزيدون دي دي دي, دي ميدسان راحوا للصحراء، عطاو لهم دي بوست، ما عنده لا لوجمون، ما عنده، ما يعيطوا لهمش ميم با، يروح يسيني لا ديسيزيون تاعو، بصح ماهوش يخدم، راهو ماهوش يخدم. غير معقول، النظرة لازم تكون نظرة شاملة، وين ندخلوا فيها كل، نديروا ديزاسيز ناسيونال على الصحة. أستاذ حجاج، من بين محاور برنامجكم، نتيجة برنامجكم، هو ترشيد النفقات الخاصة بالاستشفاء خارج الوطن. كيف ستقلصون من عدد المرضى المحولون للخارج للعلاج؟ اسمحي لي في بداية أن أقول أن طبعا الصحة في الجزائر مريضة، الصحة تحتاج إلى علاج، وفي بعض الولايات أقول الصحة في قاعة إنعاش تحتاج إلى سرعة في فالصحة في الجزائر. دعيني أتكلم، لأن دائما نحن نفكر أو منهجنا في التفكير هو ضرورة حل إشكالية، ليست إشكالية واحدة بسيطة، لكن ضرورة النظر الشاملة والكاملة إلى بعض القطاعات، منها هذا القطاع، قطاع الصحة، يحتاج إلى نظرة شاملة. واقع الصحة في الجزائر واقع مرير، رغم الأموال التي تضخ في هذه الأموال طائلة كبيرة جدا، يعني في الميزانية 2018 6%، أكثر من 6% من ميزانية هذا القطاع، ميزانية الدولة تدخل لهذا القطاع، أموال كبيرة جدا. تحتاج هذه الأموال إلى حسن تسيير. أقول مثلا كان سوء تسيير وقضية سوء تسيير، عدم ترشيد نفقات، كذلك تمركز الممرض البشري الصحي في بعض الولايات دون ولايات أخرى، كذلك مشكل كبير جدا، نقول مشكل كبير جدا يحتاج الى اعاده نظر، هو قانون الصحه الجديد تاع 2 جويلية 2018. يحتاج الى، انا بعض الاطباء قال ان هذا القانون لم ياخذ حقه من المناقشه الاكاديميه العلميه، نجيبوا هذا القانون يحتاج الى اعاده نظر. فاحنا واش نقترح بدايه؟ نقترح ايجاد حوار شامل، جلسات حواريه حقيقيه. طبعا هذه الحوارات يعني تستند الى قرارات سياسيه، يعني الى للرئيس الجمهوريه القادم يكون إرادة سياسيه قويه، بحيث انتم كمختصين حساسه ممتاز باسكو كاين لي زاسيس داروا بزاف،
لكن بعد تحط في الادراج وتروح. لكن احنا واش نقولوا؟ ضروره ان الاراده السياسيه تكون قويه. قال انتم كمختصين، لا ليس فقط كاطباء كاسره طبيه، لا، هناك نقابيين، هناك اقتصاديين، هناك اسره طبيه، كلها تشترك في هذه الجلسات الطبيه، ثم اعاده النظر في هذا القطاع الحساس. لان هذا القطاع الحساس ليس فقط تاثيره على الوسط الصحي او الوسط الاسره الطبيه، لكن تاثيره على الطفل، تاثيره على المراه، تاثيره على الشاب، على المراهق، على الشيخ، كل تاثير كلي. تاثيره على المجال الثقافي، المجال السياحي، المجال الاقتصادي، كل. فضروره اعاده النظر في هذا القطاع. اقول ان اذكر مثلا ان الهجره الى العلاج الى الخارج، نعطيك مثال فقط هو رقم مخيف. كل سنه اكثر 100,000، اقول اقل احصائيه وجدتها، 100,000 جزائري يروحوا يعالجوا في تونس. وين انتم تطرقتم الى هذا الموضوع؟ 100,000، نعم، 100,000 جزائري يعالجون تونس. كيف ستقلصون من عدد المرضى؟ انا اقول نقول لك الان، اذا كان اطارات كما قال الطبيب هو مختص موجود، انا اطارات مترشحت، انا طبيب ممتاز، اطارات موجوده، اطارات موجوده، كفاءات موجوده، تحتاج فقط الى حسن التسيير. احنا عندنا اشكاليه في القطاع الصحي هو سوء التسيير. مش مشكل في الاطارات، مش مشكل في الاموال، مش مشكل حتى في التجهيزات، كلش كاين، لكن يحتاج الى قرار سياسي، اراده سياسيه قويه، ويحتاج الى حسن التسيير، ويحتاج كذلك الى قلت جلسات وحوارات عميقه يعني كاشفه لهذا القطاع الحساس. أستاذ صلاح الدين مزاحي، تتحدثون في برنامجكم عن استقطاب الأطباء الأخصائيين إلى مناطق الجنوب والهضاب العليا، ما هي المحفزات التي تضمنونها للطاقم الطبي وشبه الطبي؟ نعم، عندما نتحدث أختي الفاضلة على 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 الصحة وعلى المنظومة الصحية بكل صراحة هي مختلة، ولا تضمن المساواة ولا تضمن العدل بين المواطنين. فما غطي الشمس بالغربال، والاستاذ راهو طبيب وراه هنا حاضر معنا، وعلى باله بالواقع اللي راهو يعيشه الشعب الجزائري. ولانه اساس العدل، لانه اساس الحكم هو العدل. لذلك في برنامج السيد عز الدين ميهوبي قال يجب ان يكون كل الشعب الجزائري متساوي، ضمان الصحه للجميع، وكذلك متساوي امام في القطاع الصحي. المشكل في الجزائر هو الخارطه الصحيه. كيفاش المشكل في الجزائر والخارطة الصحية؟ احنا عندنا مستشفيات في الشمال، ومستشفيات في الهضاب العليا، ومستشفيات في الجنوب. الطبيب اللي يخدم في الجزائر العاصمة ما يروحش يخدم لك في ولاية في الجنوب. علاش؟ انك مش موفر له، لانك مش موفر له التحفيزات. لانه الطبيب في الجزائر هنا اليوم الصباح يخدم في المستشفى العمومي، العشية يروح يدير عملية جراحية في عيادة خاصة. احنا ماناش نحسدوا في الطبيب، بالعكس احنا ربي وفقه وربي يعاونه. لكن وهنا ثاني ما ننساوش نقطة واحدة أخرى، هنا راهو قريب ليه مام التحصيل العلمي، كذلك التحصيل العلمي يحب يكمل دراسته ولا تفتح له حتى أبواب للخروج إلى الخارج. لذلك في برنامج السيد عز الدين ميهوبي قال يجب تكون تحفيزات مالية بالنسبة للأطباء، خاصة اللي يخدموا في المدن البعيدة، تحفيزات مادية، كذلك زيادة في الأجور، كذلك السكن الوظيفي، وتسوية الوضعية فيما يخص الأرمي، فيما يخص الخدمة العسكرية ولا الخدمة الوطنية. كذلك عندنا يعني تحفيزات مالية. كيف نعم. ستمولون ذلك؟ سيكون تمويل، عندني قلت لك، لأنه علاقة خطان متوازيين بين الشق الاقتصادي والشق الاجتماعي. لما تحرك الديناميكية والعجلة الاقتصادية نتاعك للبلاد، لازم كاين قطاعات، ولازم ما لازمش يبقى طبيب يدي 6 ملايين ولا 7 ملايين. سواء راهي فوق ولا تحت بيناتنا، 6 ملايين هنا في الجزائر العاصمة، ويكريب 3 ملايين. يكريب 3 ملايين 4 وكون هضر لك نتاع القبة ولا على دار إبراهيم ولا على الشرقة، والله ما يكري. رانا عايشين الواقع، رانا احنا اولاد المجتمع، وكذلك السيد عز الدين ميهوبي راهو ابن الشعب الجزائري وابن المجتمع الجزائري. يجب ان تكون هناك تحفيزات ماليه، زياده في الاجور، كذلك السكن الوظيفي، الى وما ننساوش حاجه واحده اخرى اللي هي السيد عز الدين ميهوبي ماذا قال في برنامجه؟ انشاء وكاله الطيران في الجنوب. بالنسبه للاطباء احنا في البدايه رايحه تكون بتعاون مع مؤسسات الجيش، لانه لما يكون عندك طبيب حبي يدير عمليه جراحيه دوكا في مدينه كبيره، ولا عنده شغل في مستشفى جامعي، ولا حبي يكمل دراسته، ولا حب، لازم تكون هناك النقل الجوي. كذلك لما نهضروا على النقل الطبي، عندنا مدن في الجزائر، في المدن الجنوبيه، وما نقدروش نتحركوا لها بالسياره. لما يكون عندك هذه في, في 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 نقطه الاجلاء الطبي، عندنا احنا مدن في ولايات الجنوبيه ما نقدروش نلحقوا لها بالسياره لو كان يكون عندنا مريض، حتى لو كان نلحقوا لها بالسياره ما نجي نلحقوا
على مرض الأوهمات. نحولها بعد عدة أيام. لذلك في هاي خاصة في نقطة الإجلاء، في نقطة الإجلاء الطبي، قلت سابقا وآنفا أنها ستكون بداية بتعاون مع مؤسسات الجيش، مع مؤسسات الجيش إلى غاية تكوين وكالات طيران خاصة صحية تكون عن طريق طائرات الهليكوبتر وكذلك طائرات مجهزة صحيا. وكذلك ما ننساوش نقطة واحدة أخرى، والأستاذ راه هنا طبيب ونزيد نأكد، نعطيك مثال. لما يكون عندنا إحنا في ولاية باتنا المؤسسة الاستشفائية الكاك لمعالجة مرضى السرطان ما فيهاش إيرامة. هنا نقص نقص كبير. وكاين مؤسسة استشفائية واحدة أخرى فيها، اسمح لي أستاذ نكمل الفكرة، وكاين مؤسسة استشفائية أخرى كاين فيها التجهيزات لكن الراديولوج ما كانش. هنا نفسية تاع المريض كيفاش رايحة تكون، تدخل للبيطال تقول له ما كانش الإيرام، يروح يديروا بزوج ملايين. أنا حنا نشوفوا يعني الموضوع مختلف في النوع ما. مترشح تاعنا طبيب يعني عنده لوطوبسي تاع الصحة، وأنا بروفيسور في ميديسين، باش تعالج المشكل تاع الصحة لازم تروح له من تحت. اليوم نعطيكم يعني النظرة تاعنا اليوم، شكون يعني المناطق اللي راهي تعاني كثير؟ ماهيش مناطق تاع الشمال، مناطق الهيضة بالعليا ومناطق الصحراء. قالوا باللي الناس اللي تروح تخدم لتما نعطوا لهم زيدوا لهم دراهم، ماهوش ما ترقليش. الناس تاع الصحراء لانه الطب يختلف على الفورماسيون عنده دي سبيسيفيسيتي وحدهم، لازم نكريو دي فاكولتي دو ميديسين. واحد اللي ساكن في بشار يقرا في بشار، والولايه ما يخدموها غير ولادها. صح، حنا نديبانيوهم لنا شعرف، مشينا لبشار مشينا لإليزي ولكن ما دومش. حان الوقت اليوم المنطقه تاع الصحراء يقسموها على ثلاثه، يديروا دي فاكولتي دو ميديسين دو فورماسيون، نفس الجامعات اللي متواجده في الشمال، يكون 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 فيه تواصل. حلي جامعه الطب في بشار تحكم لك الجنوب الغربي، حل في غردايا وسط الصحراء، حل دي فاكولتي دو ميديسين. وحبيت انا نروح نقري كبروفيسور لتما، ما نروحش ندير تحفيز مالي، تحفيز مالي هكذا نعاونوا خاوتنا اللي راهم في الصحراء، هكذا نعاونوا خاوتهم في الصحراء، يجي وقت وين يوليو اوتونوم ما يسحقوناش، ومن بعد نديروا التبادلات les expériences في الجراحه في 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 بامال الميادين. وحنا مدينا اهميه كبيره للصحه العقليه. الصحه العقليه مهمه للاطفال، وكذلك كاين مجتمع اللي لازم نقوموا به، هي ما نقولهمش الشيخوخه ولا ليفيونو، الاشخاص المسنين لازم نعطي لهم اهميه لانهم معترضين لامراض مزمنه. واليوم لازم لا سيكوريتي سوسيال تلعب دور ديالها. تحكم شاب في الجزائر يقول لك انا نروح للخارج ندير لاكارت فيتال، واش معناتها لاكارت فيتال؟ حنا لاكارت تاعنا تاع لي زاسيرونس تشري بها دواء 1000 دينار. لازم كل جزائري تكون عنده كارطه في جيبه وين يروح يداوي. والناس المعاوزين الدوله تقوم بهم، باسكو لو دوفوار دو لا سونتي سي ان دوفوار تداوي ولاد بلادك. ولو كان ما نحلوش مشكل تاع الصحه في الجزائر ما كاش مشكل اللي يتحل. لانه الصباح كي تنوضي عندك درستك توجعك ما تروحيش تخدمي. اذا يعني برنامج تاع الصحه احنا كطبيب يعني من الناس اللي يعني تفضل نطرقوا لنقطه اخرى. كذلك جاء انشاء عيادات مشتركه، لانه احنا نلاحظوا في الجزائريين اللي يحب يروح يداوي العينين يروح لتونس، واللي يروح لاسبانيا يداوي في القلب يروح لبلجيكا، يزيدوا يهردوهم يزيدوا يهردوهم سي سالو بروبليم. هذا هو المشكل، هذا هو الاكسبيريونس تاعنا احنا، لانه احنا قلنا المشكل هو في الخارطه الصحيه فقط. والله ما كان مشكل ابار الخارطه الصحيه. بارك الله فيك الاخ، يعني نقطه هامه فكره، ربي يبارك فيك. فيما يخص انشاء، لما تكون عندك عيادات خاصه مد تراخيص الاطباء، عندنا كفاءات، عندنا كفاءات طبيه في الخارج. كاين منهم واحد صديقي صلاح الدين من ولايه باتنا، عنده مخبر تحاليل طبيه في باري في فرنسا. لذلك علاه ما يستغلوش الكفاءات الشابه نتاعنا، نجيو نعطيو لهم التراخيص. حاب تدير مستشفى ولا عياده خاصه مشتركه بينك وبين عياده سويسريه، ماذا بينا ضخ الاموال اللي راح تكون في الخارج يضخوا عندنا هنا. باسكو علاش؟ باسكو لي زامبو لما الضرائب راح يضخوا عندنا هنا، الكفاءات هذو نحتاجوهم احنا ولا بلادهم قبل ما يحتاجوها الناس الاخرين برا. والله ما نقدرش ما نحكيش هذه القصه لانها قاستني بزاف كطبيب. اطار في الدوله رحمه الله، قولوش اسمه، راح الى فرنسا، لانه فحنا الشعب ما يقدرش يعني يروح، ما كاش كونفونسيون باش يروح يداوي، الشعب يتمرمد هنايا واطارات عندهم دي كونفونسيون، هذه حقيقه يعني اموال كبيره يعني. يروح لفرنسا يداوي، يلحق الطبيب يقول له
الحمد لله راني في فرنسا احنا ما عندناش كفاءات ولو كان ما جيتش لهنا نموت. قلش في الجزائريين جبت له ورقه قالوا انا جزائري انتم اللي هربتوني. جزائري كان دواه ودار له العمليه ونجحت. مفرطين في الكفاءات عندنا كفاءات. اذا احنا في برنامج السيد بالعيد عبد العزيز اللي طبيب نديروا لا فونكسيون بوبليك لا سونتي لانها لا فونكسيون بوبليك تاع لا سونتي عندها دي سبيسيفيسيتي. يعني لا سونتي ما تقدريش يعني ماهوش طبيب وحده ميم الاداره تاع المستشفى لها دور كبير وكبير جدا. لهذا قضيه لا 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 يعني لي ميديكامون الادويه مثلا احنا نبورتيو دي مليار دي مليار عندنا كفاءات هنايا يفو كيلي اون برودكسيون تاع الدواء في الجزائر لانه كاين عراقيل في الميدان لما تجي تنشئ عراقيل شركه ولا مصنع باش تخدم الادويه تلقى عراقيل. لهذا في برنامجنا في برنامج السيد عز الدين يهوبي قال لك يجب توفير البيئه والمناخ للاستثمار في الجزائر وخاصه الاستثمار الصناعي في المواد الصيدلانيه لانه راح تكون هي البديل لانه فيها اموال كبرى والشعب الجزائري يعرف الدواء. احنا شنو نقول بالنسبه للدواء خاصه مثل نقطه الدواء تفضل استاذ. كان الوكاله الوطنيه للدواء يعني لاجونس ناسيونال ايه هذه كتبت وفعلت لو 10 في فيفري 2017 اعيدت فتحها هي ونشئت عندها بزاف لكن خلاص سكتت. احنا واش ماذا بينا؟ ماذا بينا اول شيء تفعيل هذه الوكاله الوطنيه للدواء تفعيلها. كيف تفعيلها؟ اول شيء تكون مستقله على وزاره الصحه. احنا ماذا بين الوكالات الوطنيه هذه سي لاوتوريتي سونتي وحدها الوزاره ما عندها حتى كل محطه وزاره الصحه ما عندها حتى علاقه بها فهي واش دير؟ اول شيء تراقب الدواء من ناحيه جوده الدواء من ناحيه الكونترول من ناحيه حتى الكميه اسكو كاين اسكو توفر الدواء اسكو متوفر لا لا ديستريبيسيون اوكي معناها هي كل هذه الوكاله هذه تهتم بجانب الدواء سي تادير انا نقول ونعيد ان احنا نشوفوا ان مشكله الصحه ومشكله الدواء اللي هو جزء من الصحه هي قضيه قرار سياسي فقط. هي قضيه تسيير طيب اذا كان الرجل المناسب في المكان المناسب الرجل المناسب في المكان المناسب اذا كان لازم يكون عنده كفاءات والاطارات كل انسان في الصحة عندما قريت الصحه تختلف عندما تختلف قريت ان من منطقه لاخرى من اكثر من 10 لانه يلفو دي بروفيسيونيل دو لا سونتي في الميدان ما لا فورماسيون ميديكال راهي باك زي 12 ماهيش ليسونس 12 سنة طبعا 12 سنة باش تخرج سبيسياليست. انا الاخت الكريم العبد الضعيف عندي باك بلس 22 الله يبارك دوك اليوم انا يا اخت العزيزة انا حبيت نفورمي دي ريزيدون نفورمي دي ميدسان نفورمي ولكن وشحال كاين كما الاستاذ برا يعني حسب بعض التقارير كاين اكثر من 10,000 طبيب مختص في فرنسا من اصل 15,000 15,000 بجيناليست وكذا ومعظمهم تكونوا هنا في الجزائر وكذا يعني وصحه الاطفال حبيت نهضر على نقطه مهمه صحه الاطفال يا ناس صحه الاطفال مهمه شكون اللي ما كانش يعني علاش احنا في البرنامج تاعنا نركزوا على الوقايه شكون اللي ما يشفاش بيناتنا البو حمرون والاعاده في 9 شهور ها سيتي لا بريفونسيون كاين يعني انتم اعلاميين لازم تلعبوا دور كبير واليوم رانا نشوفوا التوحد راهي كارثه لازم نقوم ظاهره بكثير لانه اليوم لحقنا لدرجه لازم نقوم بالعنايه الصحيه للطفل قبل ما يزيد في كرشي ما سي سكون ابل المتابعه نو ديفلوبمونتال اي تو لانه راهم يزيدوا كاين دي زيرور ميديكال كم يزيدوا اعاقات شحال الخزينه اللي راهي تصرف عليهم هذوما نقدروا سي سا لا بريفونسيون مدام هذا كلمنا عن الادويه ماذا عن التجهيزات كيف يمكن وضع حد لمشكل نقص التجهيزات في المستشفيات تفضل استاذ احنا نقولوا باللي مشكل توزيع اول شيء مشكل توزيع يعني انا كي ذكرت الطبيب انا في بعض الولايات من الجنوب الكبير مثلا ولا في الهضاب العليا تروحي لداخل المستشفى ما تصيبي والو وكاين بي سي اش وحده على الجيري كاين بي سي اش وحده مدام فيحتاج اول حاجه احنا واش نقترحوا ضروره ايجاد اقطاب صحيه على المستوى الوطني واش نديروا اقطاب صحيه بحيث ان هذه الاقطاب يعني تمسح تبالي جزء معين من الوطن باش تبالي على نيفو ناسيونال ما يقدرش سي اش تاع الجي ولا تاع النابه ولا تاع كذا يقدر كامل مستحيل احنا كي نهبطوا الى الجنوب والجنوب الكبير نحطوا لهم
يقول لي واحد ما سخانه بزاف، سيفلي سخانه بزاف، بصح الطبيب تاعنا عليه يروح لدبي ويخدم، عليه يروح السعوديه ويخدم، باسكو علاه كاين تحفيزات ماليه اجتماعيه كبيره جدا. في لا ميم شوز اذا حبينا نفس الشيء، اذا حبينا ان الاطباء تاعنا ذو الكفاءه العاليه الموجوده بكثره، نقول بكثره ولا اكون متطرف في هذا، موجودين بكثره، اعطيه تحفيزات ماليه، اعطيه اجره لا باس به، اعطيه التنقل من والى العاصمه او المدن الكبيره، معناها في كان بي عندي بي دافيون، معناها شاك موا ولا شاك دوموا عنده ان بي خالص يروح ويجي، راح يهبط وبسعه صدر. نقطه مهمه استاذ، نعم. لازم نقولوها، والطبيب يستحق روسيكلاج، لازم له دي فورماسيون، ماهوش غير المال عند الطبيب. انا كي تعطيني دراهم نروح ولا داكور، التكوين روسيكلاج. اليوم كاين دي ميدسان جينيراليست، لازم. وكاين نقطه مهمه الجزائري اليوم يشوف فيها لي سي اش او، المراكز الاستشفائيه الجامعيين، على جال انستيتور تاع الباناري روح للسي اش او. وعلاش لازم يفو ديفلوبي دي سونتر لي زو بي اش، هذوما لازم نحفزوهم في كل بلديه، لازم يكون فيه دي سبيسياليست. لو سي اش او اريا غير بور لا فورماسيون، العمليات الجراحيه لي الخطيره. فوالا هذه هي الخريطه يعني الحقيقيه لليوم تاع الصحه، والله ولو نطبقوا يعني كاع الاخوه رانا يعني على كل حال فوالا كاع تفهمنا على الصحه، لازم العناية الكبرى للصحة، وأنا نقولها من هذا المنبر، الصحة يعني أعطى لها يعني جانب كبير للدكتور عبد العزيز. من ضمن برنامج سيدي الشديمي هوبي، لما تحدثنا على التحفيزات، تحدثنا على التجهيز، تحدثنا على الجانب، على الجانب الصيدلي، مدينا أهمية كبيرة، وابتدأنا من العراقيل اللي واجهت، اللي واجهت الصحة، ماشي فقط في المدن الشمالية ولكن على مستوى ربوع الوطن، لذلك أعطيناها أولوية كبيرة وجعلنا جميع التدابير وجميع الآليات باش نغطيو جميع سلبيات الصحة. كيف ستمولون ذلك؟ كيف ستضعون حد لمشاكل تمويل الأجهزة؟ عندما نتحدث أستاذة على التمويل ونتحدث على تمويل الصحة، يجب أن نتحدث على العجلة الاقتصادية. سؤالك يجب، من المفترض أنه نهضر، ما هو البديل الاقتصادي؟ إعادة النظر في ما هو البديل الاقتصادي للبترول. لما أستاذ نهضر على البترول، أنا قلت لك رانا في سنة 2018 وسنة 2019 رانا في عجز في الميزان التجاري لمدة سنتين متتاليتين. احنا في الاقتصاد، في الاقتصاد تاع بلادنا رانا نمشيو بسياسة الاقتصادية نظام الريع، وما يعرف بالريع البترولي. والريع البترولي هذا راهو جعل الثروة في يد السلطة، وعندما نقول جعل الثروة في يد السلطة، جعل الثروة في يد رجال، يد رجال السياسة. وباش يكون عندك رجال عمل ناجحين كان لازم يكونوا متقربين من رجال السياسة. لذلك في برنامجنا، في برنامج السيد عز الدين يهوبي، يجب رفع اليد عن الثروة، التزمنا بأن نرفع اليد عن الثروة، وذلك نروح البديل اقتصادي آخر اللي هو نظام السوق الحر، ولا نظام اقتصادي الحر، نظام السوق. لانه نظام السوق راح يخرج لك رجل اعمال ناجح ليقضي لك على رجال الاعمال الوهميين اللي راهم مسيطرين في الحقيقه في السوق، اللي راهم مسيطرين في الحقيقه. البدائل الاقتصاديه عندنا مثال الصناعه، عندنا مثال الفلاحه، عندنا 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 السياحه، وهذه كلها جت باليات وجت تدابير في برنامج السيد عز الدين يهوبي، لانه راهي قريبه صح للواقع. نعطيك الاحصائيات دوك، تحب نعطيك احصائيات استاذ في الفلاحه ولا في السياحه ولا في اي مجال؟ لازم ننهضوا ببلادنا. الجزائر اليوم تحتاج الى جميع سواعد ابنائها لنهض بها رغم الاختلافات ورغم كل شيء. اختي الكريمه، تونس قطرة بترول ما عندهاش، والصحة ديالها، حنا التوانسة كانوا يقراو عندنا، كنا نقريوهم، واليوم الصحة ديالهم على تا نيفو. وفيما يخص الصحة والتعليم، الدولة هي اللي تمول، دبر راسها من جيب دراهم، يكون فيه استثمار اقتصادي، استثمار في الفلاحة بارتو، لأنه لا 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 المريض ما يجيبلكش دراهم، ما كاش في لي زوبيتو، ما يجيبولكش، ما عندهمش برودكسيون، يعني هذه تقديم كما نقولوا حنايا اون بريستاسيون، سي اون بريستاسيون ميديكال. يجيك واحد مريض جزائري داويه طبعا. سي بور سا كو لو سيستيم مع لا كناس ومع لا كازنوس لازم يكون فيه تفاعل مع اون كارت، والمعوز ما عندوش الدوله تكفل به 100%. من ضمن مشاكل قطاع الصحه ايضا هو الاكتظاظ في المستشفيات بصفه عامه وبصفه خاصه في مصالح التوليد. واش خلى الناس يكون اكتظاظ؟ يعني مصالح التوليد هذا الشيء اثر سلبا على الام وعلى الطفل، وشهدنا حالات وفاة عديدة في السنوات الأخيرة. هل في برنامجكم ما من شأنه أن يعالج هذا الوضع؟ كي تعالج المنظومة، يعني الاقتضاء، كاع واش قلنا تعالجيه، يعني تاخذيه بعين اعتبار، تكون فيه قطب صحية في مناطق معينة،
كل حاجة تولي في بلاستها. أنتم توافقون الرأي الترتيب؟ جاءت هنا جاءت آلية جاءت آلية وإجراء يعني جد ضروري. هني قلت لك هذه ستطبق يعني في ستطبق في الأيام الأولى من البرنامج تاع السيد عز الدين ميهوبي. الآلية ولا الإجراء رقم 137 من برنامج السيد عز الدين ميهوبي إنشاء أقطاب صحية جهوية لرعاية الأم والطفل وتحسين فضاءات الولادة، لأنه سلامة المواطن هي من سلامة الوطن. لما نحافظوا احنا على المواطن الجزائري رانا حافظنا على الوطن، حافظنا على بلادنا، حافظنا على الامانه تاع الشهداء. كاين نقطه مهمه، الناس تقول لا سونتي والصحه ماهيش مليحه. الصحه يعني الناس اللي داروا برنامج الاقتصاد ماهيش قضيه وزير الصحه وحده ما يدير والو، لازم يكون طاقم ويجيبوا لي واسمو، لانه شفنا يعني وخدموا يعني وزراء نشكرهم كانوا داروا حوايج ملاح، ولكن ما باش في الميدان، لانه لو دومين دو لا سونتي لازم يجمع كل المشاركين في ميدان الصحة، ولا مرضة الصحة مرضة البلاد. شكراً بروفيسور مجيد ثابتي، كنت معنا ممثلاً المرشح عبد العزيز بالعيد، كما أشكر سيد صلاح الدين بزاحي ممثل المرشح عز الدين ميهوبي، أشكر أيضاً الأستاذ محمد لامين حجاج ممثل المرشح عبد القادر جرينا. بهذا نصل لنهاية هذا البرنامج، شكراً لكم أنتم متابعينا، نلقاكم في حوارات أخرى في أمان الله.